طيب خطاب الكابتن محمود الخطيب النهارده لاتحاد الكوره كان خطاب قوي جدا جدا جدا، ولكن الجماهير هتسال يعني الى متى ستظل هذه الخطابات ما بين الاهلي واتحاد الكوره؟ الناس عايزه اكشن، لان لابد من تصحيح المسار. الاهلي في خطاب رسمي للاتحاد كره القدم: قرارات التاجيل تثير الجدل، واين مبدا تكافؤ الفرص؟ أرسلت إدارة النادي الأهلي مساء أمس الخميس خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تطلب فيه سرعة الإفادة عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة بعد إجبار الأهلي على خوض مباراته مع سموحة في موعدها، على الرغم من أنه يعني لسه جاي من 48 ساعة من وصول الفريق إلى القاهرة من جنوب أفريقيا بعد رحلة طيران استمرت 8 ساعات، وقبلها الانتقال بالحافلة لمدة ساعة من مدينة بريتوريا إلى العاصمة جوهانسبرج، وذلك عقب مباراة سان داونز في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. وأصر اتحاد الكرة على إقامة المباراة المشار إليها، ولم يراعي حالة الإجهاد والإرهاق التي يعاني منها اللاعبون الذي يمثل غالبيتهم مع زملائهم في الأندية الأخرى القوام الرئيسي للمنتخب الذي يستعد لخوض تصفيات الأمم الإفريقية بعد أيام. جاء رد فعل الأهلي بعد المرونة التي أبداها بخوض لقاء سموحة بالرغم من الظروف الصعبة دون أن يصدر أزمة للاتحاد، لا ولكن له الحق في أن يقول ذلك، ولكنه وجد إصرارا من اتحاد الكرة على تجاهل مبدأ تكافؤ الفرص بإقامة مباراته مع إنبي يوم السبت دون أن يستطيع الفريق أداء أي تدريبات فنية أو بدنية يوم وصوله أو اليوم الذي يليه، وهو ما ينسف كل قواعد اللعب النظيف والعدالة، خاصة أن ما حدث للأهلي لم يتكرر مع غيره. وتضمن خطاب الأهلي أن قرارات التأجيل التي صدرت عن اتحاد الكرة لم تكن موفقة، بل أثارت جدلا كبيرا وقد تتسبب في أزمات بالشارع الرياضي دون مبرر. وأكدت إدارة الأهلي في خطابها وأكدت خطابة لإدارة الأهلي في خطابها أيضا ضرورة قيام الاتحاد بالكشف عن أسانيده اللائحية التي يستند إليها في قراراته التي تحتاج وقفة من جانبه لضمان مبدأ العدالة ونجاح المسابقة. طيب، لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب وأيضا مزيد من الأخبار في هذا الشأن الخاص بالنادي الأهلي، نستدعي المستقر الأستاذ أحمد السيد لمزيد من الإيضاحات في هذا الموضوع. يعني يا جماعة اعذروا الأهلي، الأهلي في موقع المسؤولية، الأهلي مش بلطجي ولا رئيس سليط اللسان، الأهلي بيتعامل مع دولة باحترام ومع كيان اتحاد كورة بأدب ووقار من خلال لوائح وقوانين. الناس اللي بتقولك عايزين أكشن وعايزين كذا، لن يكون الأهلي بلطجي، ولن يكون محمود الخطيب سافل، ولن يكون محمود الخطيب في يوم الأيام متطاول، ولن يكون هذا الرجل دمس الخلق في يوم من الأيام شيء يقلل من قيمة أساطير ولاعبي ونجوم الأهلي عبر التاريخ. علشان كده الأهلي يمتلك أن يأخذ باللوائح والقوانين، ولكن الناس اللي عايزة أكشن أو عايزة تجاوز أو عايزة هذا مبدأ الفوضى الذي نحاربه عندما يستخدمه غير الأهلي من الفجرة والسفلة والذين لا يعرفون شيئا عن القوانين واللوائح. أستاذ أحمد السيد، السلام عليكم. وعليكم السلام، تحياتي ليك يا استاذ عبد الناصر، وتحياتي لكل اللي بيتابعوك، واهلا بيك من جديد، وبرحب بيكم كل اللي بيتابعوك في كل مكان. يعني خطاب النادي الاهلي لاتحاد الكوره هو مبدا حديثنا معك. اعتقد يعني مجلس اداره النادي الاهلي له كل الحقيه وكل الحريه في الدفاع عن حقوق النادي، ويمكن الخطاب زي ما حضرتك قلت والبيان اللي يعني قام النادي الاهلي بنشره من خلال موقعه الرسمي وخطاب النادي الاهلي لاتحاد الكره المصري، يعني يتضمن ان مجلس اداره النادي الاهلي يدافع عن حقوق ناديه باستخدام اللوائح والقوانين المعمول بها، متسائلا اين مبدا تكافؤ الفرص. يمكن الكل يتكلم على عوده جلسه النادي الاهلي من 48 ساعة الأهلي يلعب مباراة مع سموحة، وزي ما النادي الأهلي قال هو لاعب ملتزم بالقوانين والتزم باللوائح، ولم يعني يسعى النادي الأهلي لإثارة أي مشاكل، على الرغم من تضرر النادي الأهلي يعني من هذا اللقاء، وانتهى اللقاء بالتعادل وغياب بعض اللاعبين بسبب الإصابات والإرهاق، ولكن في النهاية الأهلي بيثمن دائما قواعد اللعب النظيف وبيثمن دائما انتظام المسابقة.
ولكن عندما يتم تأجيل مباراة ومباريات اليوم الخميس يعني علشان بسبب طول أحواز جوية وطول الأمطار بغزارة، يعني لماذا يتم تأجيل يوم الجمعة المباريات ويوم السبت المباريات والأمور تمشي بنفس مبدأ تكافؤ الفرص؟ وبالتالي النادي الأهلي بيؤكد على الدفاع عن حقوق ناديه كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، في نفس الوقت بيطالب باتحاد الكوره بالكشف عن اسانيده اللائحيه اللي بيستند اليها في قراراته، ودايما النادي الاهلي بيخاطب اتحاد الكوره فين اللائحه اللي بتستندوا عليها؟ قولوا لنا التعليمات وقولوا لنا المعلومات وقولوا لنا الاجراءات واللائحه اللي بتتكلموا عليها على اي مدى وعلى اي اساس بيتم اتخاذ مثل هذه القرارات. يمكن حتى في المقابل نادي ينبي تقدم بطلب رسمي لتأجيل لقاء الأهلي وينبي اللي من المفترض إقامته يوم السبت، الكابتن عبد الناصر محمد مدير الكورة في ينبي يمكن حتى نزلوا صور لملعب بيترو سبورت وهو غرقان تماما وهو من المفترض ملعب التدريب. هو وهي اكتر هي اكتر الاماكن تضررا التجمع الخامس في القاهرة الكبرى كلها، وانك انت عايز شهر عشان تزيل التلفيات والمصايب اللي حصلت في التجمع. ولسه خلي بالك النهارده الجمعه الموجه ستصل الى ذروتها في الثالثه عصرا. لا المفروض بقى كل ده اللعيبه تقعد في بيتها خميس جمعه والسبت كده قبل المباراه بتاع يلموا بعضهم يلوموا على الاستاد ويلعبوا، لو هو ده اللي بيفعل عليه اتحاد الكوره فاعتقد يبقى حاجه تضحك، لكن اعتقد في حاله من التعنت مش عارف ليه، يعني كان من الاولى زي ما الناس كلها عارفه واحده في بيوتها خميس جمعه سبت او على الاقل خميس جمعه الناس عارفه ظروف الاحوال الجويه، فانا مش هطالب لعيبه من غير ما تتمرن ولا خميس ولا تتمرن جمعه انها تلعب ماتش يوم سبت، وبتحدث عن نظام مسابقه تم تاجيل مباريات ليها اصلا يوم الخميس والجمعه، وبالتالي منطق عجيب وغريب ويمكن الاهلي هو الاكثر المتضررين من هذا الموضوع، لان زي ما انا بقول رغم عوده الاهلي متاخره من جنوب افريقيا لعب مباراته يوم يعني بعد 48 ساعه فقط من العوده، ورغم تضرر الاهلي بالتعادل مع سموحه ايا كانت النتيجه طبعا، لكن في نفس الوقت كان على اتحاد الكوره ان يكون هناك قرارات متساويه ومتزنه لمنطق واحد وهو العداله على الجميع. وبالتالي النادي الاهلي اصدر قرارا واضحا زي ما حضرتك ذكرت في البيان، هو يعني ان هو ادى مرونه في خوض لقاء سموحه رغم الظروف الصعبه اللي تعرض بيها، يعني ورغم ان اتحاد الكوره تجاهل مبدا تكافؤ الفرص، ولكن هو يعني في حاله من الاندهاش وهو ما ينسب كل قواعد اللعب النظيف زي ما الاهلي قال في بيانه منتظرا تاجيل لقاء الاهلي وانبي يوم السبت اللي من المفترض اقامته يوم السبت. مش الاهلي بس اللي بيطالب بتاجيل اللقاء، انبي كمان ارسل خطابا رسميا زي ما انا بقول لاتحاد الكوره عايز ياجل اللقاء لان الكل متضرر، اكيد في الاجواء دي مش هيكون في مباراه كوره يوم السبت، اكيد في الاجواء دي مش هيكون في مباراه، هو مش طول امطار عادي ده الموضوع صعب زي ما كلنا متابعين وشايفين، وبالتالي النادي الاهلي اكيد مش هيقدر يتمرن. يمكن النت حد بيقول لي بس هو في خطاب فيريرا في خصم نقاط، لا ممكن تكون مرحلة تصعيدية في حالة عدم الدفع، لكن الخطاب اللي جاء ما فيهوش خصم نقاط يا صديقي العزيز اللي بيسأل بس. اتفضل يا احمد. وبالتالي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي مبلغ اللعيبه كده ان هم يكونوا ستاند باي علشان نقدر نتابع الحاله تكون ماشيه ازاي، اولا متابعه الحاله الجويه وهل ملعب مختار ستيتش اصلا هيبقى جاهز يوم الجمعه ان اللعيبه تنزل من بيوتها في هذه الظروف وتلعب مباراه، ولا في نفس الوقت هيكون في قرار من اتحاد الكوره؟ حتى هذه اللحظه الامور ما زالت معلقه، يعني ودايما بستغرب من عدم اتخاذ قرارات بشكل سريع، يعني شفنا يوم الخميس اول لما الناس عرفت في مباريات او في سوء احوال جويه على الفور تم اتخاذ قرار بتاجيل مباريات يوم الخميس، لكن اتحاد الكوره لسه بيبحث ولسه بيجتمع ولسه بيناقش، فلسه هنشوف الامور ماشيه ازاي، لكن الاهلي يطالب بلقاء بتاجيل لقاء انبي. انا عايز اقول لك طب عايز اقول لك بس رسميا عشان لسه جاي لي دلوقتي تاجيل مباراه الاهلي وانبي يوم السبت، والتفاصيل هتكون معانا في لايف الجمعه ان شاء الله. انا متوقع صدور هذا القرار ولو ان كان جاء ولو ان انه صدر او هيكون جاي متاخرا، لكن من بدري كان من المفترض ان يكون اتحاد الكوره اكثر حرصا على مصلحه اللعيبه والانديه او اللجنه الخماسيه بالتحديد، يعني من اجل ان يكون في راحه للعيبه في هذه الظروف. طبعا احنا بنتكلم عن ظروف
الكل اكد علينا، والظروف متصوره والظروف موجوده والظروف واضحه للجميع، والاوتار الجويه قايله عليها والعاصفه موجوده، مش ظروف يعني مثل ما تم يعني ردده البعض في لقاء الاهلي والزمالك، شويه مطر والدنيا اتغرقت شويه فبقت ظروف خارج التحكم، لكن الامور دلوقتي صعبه جدا. فاعتقد القرار لابد ان يصدر وينتظر زي ما حضرتك بتقول، هو في مصلحه مش الاهلي، مصلحه الاهلي وانبي وكل الفرق يعني. طيب في بس سؤال، في اي اخبار عن رمضان وان في كلام معاه من الزمالك والكلام ده كله؟ عشان مش عارف الناس بتجيب الاخبار دي منين، بس انا بسالك. لا لا خالص، كلام ما لهوش اي اساس من الصحه، شويه الزمالك مع صالح جمعه، شويه الزمالك مع حسام عاشور، شويه الزمالك مع شريف اكرامي، شويه الزمالك مع رمضان صبحي. يعني انا رايي بس مع كامل تقدير واحترامي الزمالك يوفي مستحقات لاعبيه وبعد كده يبدا يفكر في تعاقداته الفتره القادمه. طبعا رمضان صبحي اولا هو غير ملكي للنادي الاهلي، يعني رمضان صبحي معارض من نادي هدر سيدي الانجليزي للنادي الاهلي، بيلعب إعارة سنة، الأهلي ابتدى مبكرا عشان يجدد الإعارة دي، وبالتالي رغبة اللاعب رقم واحد طبعا هي في تجديد إعارته، ما كانش هيرجع لفريقه. ويمكن حتى شريف، يمكن حتى والد شريف إكرامي أو حنا رمضان صبحي ده الكابتن إكرامي الكبير إكرامي الشحات، طلع واتكلم ونفى هذه الأمور وقال حتى من الأفضل إن رمضان يرجع تاني أوروبا ويكمل تجربة احترافه. لكن فكرة إن رمضان صبحي يسيب الأهلي ويروح الزمالك ولا يروح أي نادي، يعني لعيب زي رمضان صبحي وان هو من ابناء النادي الاهلي عشان يلعب لاي نادي في مصر غير الاهلي، اعتقد من رابع المستحيلات. وبالتالي كل هذه الامور ما هي هدفها الا ضرب استقرار النادي الاهلي، نحط شويه اخبار هنا شويه اخبار هنا. هو بس يعني اللغط ده جابه خالد الغندور، انت عارف خالد يعني شغال يعني ايه، قال لك ان في لاعب سوبر من الاهلي جاي الزمالك. يا عم بس سدد اللي عليك، ده انت عايز تبيع ساسي عشان مش لاقي مرتبه، السوبر مين وبتاع مين يا راجل؟ اشتري دماغك. يعني مش عايز ارد يعني على حد، مش عايز اقول، لكن خلينا نتكلم احنا دايما، احنا الحمد لله بنحاول نتكلم بالصح ونوضح للناس الحقيقه، وبالتالي الامور اعتقد واضحه. هم بقى يتكلموا ان الشناوي هيروح للزمالك، حمدي فتحي، مش عارف سعد سمير، وكان حاجات من دي كتير قبل كده، وبالتالي الاهلي مقفل على لعيبته، الاهلي عارف تاني دايما حقوق لاعبيه، الامور الحمد لله مستقره، الناس بتاخد مستحقاتها في مواعيدها، اللعيبه بتجدد عقودها وبتاخد يعني قيم كمان افضل الحمد لله، فالامور ماشيه بشكل مميز. رمضان صبحي معارض من هيدر فيلد للاهلي، وبالتالي فكره ان هو رمضان صبحي وقع للزمالك دي حاجه يعني ممكن بس الارصاد الجويه تكون الموضوع مأخر شويه عند البعض يعني. طيب ماذا لديك من اخبار على مستوى فرقه الكوره؟ يعني على مستوى فريق كوره، يمكن جيرالدو يعني المفروض بيقدم برنامجه التأهيلي لمده اسبوعين، وان كان طبعا واخد تعليمات ان محدش ينزل من بيته خالص اليوم بسبب ظروف الاحوال الجويه، ومن المفترض برضه نفس القصه الجمعه. يعني الامور طبعا مش مستقره خالص، حتى النادي الاهلي طلع بيان وقال ان النادي مغلق امام يعني الاعضاء خميس وجمعه حرصا على مصلحه الاعضاء، وطبعا ده كل الانديه تقريبا بتعمله حرصا على مصلحه طبعا لكل الاعضاء، وبالتالي الاهلي اكيد يهمه مصلحه كل اعضائه واعضاء الجمعيه العموميه. كابتن محمود الخطيب يعني المفروض في اجتماع مجلس اداره يوم السبت القادم لمناقشه بعض الامور الخاصه بفريق الكوره وبعض الامور التعاقديه وبعض الملفات ايضا، خصوصا من المفترض كمان ان خلال الايام القادمه يتم توقيع عقود شركه استاداد، استاد السلام يبقى يعني ينتقل ويصبح اسمه خلال الايام القادمه، المفروض يتم انهاء هذا الملف ويعني الامور تنتهي. وزي ما حضرتك عارف كان في قبل كده توقيع مذكره تفاهم، خدوا وقت كبير في التفاوض وانهاء بعض الملفات، لكن المفروض خلال الايام القادمه انهاء هذا الملف، لان كابتن محمود الخطيب مديله اهتمام وبيدي يعني توقيتات معينه لكل الاحداث. طبعا زي ما حضرتك عارف فريق كوره اجازه، المفروض زي ما انا قلت هم خلال ساعات هيكون تحديد موقفهم في حاله صدور قرار رسمي بتاجيل لقاء انبي، هيبقى الفريق راح الجمعه برضه للظروف في الاحوال الجويه. طيب هل لديك اي اخبار اخرى؟ طبعا برضه حابب انسي موضوع اللي بيتكلم ان خلاص حسام عاشور برضه في الزمالك، واتقال كلام كتير كده، واتقال ان الشناوي يعني يناقش بعض عروض الاحتراف للرحيل، مفيش عرض رسمي يوصل لمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، و يعني هو تم تعديل تعاقده ومكمل مع النادي الاهلي، مفيش اي مشكله، واعتقد الامور واضحه يعني في هذا الموضوع.
شكرا جزيلا يا استاذ احمد. شكرا جزيلا.